السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يا الربع اذكروا الله، صلوا على رسول الله. البكرة جذعة، البكرة تبارك الله لها أكثر، يمكن تلد في شهر 3 أو 4. البكرة فرصة يا أهل الدهم. اللي بيسني عنها يقول مريم كم عليها؟ الربع اذكر الله ردها جاي. البكرة جذعة، اللهم صل وسلم على رسول الله. يا عبد الباقي شيل القيد حق البعير هذاك، ارفعه وجيب لي البعير جاي. ما شاء الله، شوف سنها يا حبيبي، شوف الديد الزين، شوف مع انها بكر لكن ترى الديد الطيب واضح. الربع صلوا على رسول الله، قدمها شوي خلنا نشوف فخذها. بعدين من النوع اللي اللهم صل وسلم على رسول الله، شوف الديد الطيب واضح يا الربع، ما تجي خلوفها من كبرى الفصفص. شوف سنها مريم كم عليها. البكرة جذعة، البكرة زين ولون. لا تمسك القلادة، شوف القلادة نزلت. شرط جذعة يا الربع وتلد جذعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. شوي شوف سنها يا الربع، مدرم جذعها البكرة جذعة شرط. اللهم صل وسلم على رسول الله. مريم كم عليها؟ تواصل مركز سليم بن شالح وشريكه 0538 800 9.